تردد قناة فرنسية تبث هذه الأيام أفلام رائعة وكذلك مباريات مهمة، تبث مباريات الدوري الأوروبي. إذن أحبائي سأقدم لكم التردد والقناة معا نظرا لطلبات الجمهور الكثيرة على القناة. سأقدم لكم التردد. قبل ذلك صلوا على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عليه أفضل الصلوات وأزكى تسليم. إذن أحبائي نمر مباشرة إلى التركيب ثم قائمة تيبي ثم نضيف التردد. نضيف التردد 11900، معدل ترميز 27500، والاستقطاب عمودي أو رأسي أو حربي. هذا التردد أحبائي لقناة فرنسية عريقة جدا تحمل اسم تي في 5، مباريات مهمة وكذلك أفلام أجنبية رائعة. شكرا لكل أحبائي ومشاهدي قناتي الأوفياء، دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.